إذا نوى المسلم الجهاد ونوى معه الغنائم، ما يحصل من غنيمة؟ أقول هذا مثله مثل من نوى الحج والتجارة، فهل يقعان جميعا أو يقع أحدهما؟ لا، يقعان جميعا، إلا أن الجهاد يكون أجره أنقص، وكذلك الحج. نعم، يقع مع نية التجارة، ولكنه يكون أجره أنقص من الحج المطلق الذي لا ينوي صاحبه فيه التجارة. وهذه مسألة مهمة أخرى تتعلق بموضوعنا، وهي إن حج ولكنه لم ينوي التجارة إلا بعد أن قضى حجه، انتهت مناسكه، فهل هذا ينقص أجره؟ لا، هذا أجره كامل تام. نعم، ولو تاجر بعد ذلك. نعم، لكن المؤثر في الأجر هو إذا كان الأمر مقصودا من البداية.